عقدت لجنة إدارة الأزمات اجتماعها بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة. وصرح مجلس الوزراء أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق ما بين وزارتي الكهرباء والبترول تشمل 24 محافظة من محافظات الجمهورية، مضيفا أن اللجنة أكدت أهمية استمرار قيام وزارة الكهرباء بموافاة لجنة الأزمات بأي تعديل طارئ على خطة تخفيف الأحمال الكهربائية طبقا لمستحدثات وظروف التشغيل اليومية.